الوجود فيها ألوان الفرح أو كل سكون لو الحياة نصل الوجود فيها ألوان الفرح أو كل سكون والألم لو هو ألم يخلق ندم بس أكيد اللي يصير ما من عدم والألم لو هو ألم يخلق ندم بس أكيد اللي يصير ما من عدم أيام يا ابن آدم كم بتاخذ كم بتعاطي كم يطول كم يطول عمرك دهر هذا محال بس لو تطال الزمن والزمن ليه زمان يسرع يا خدم العمر أحلى العمر بس لو تطال الزمن والزمن ليه زمان يسرع يا خدم العمر أحلى العمر الدنيا دي مو دايما لأن كل شيء في زوال تبقى في نفس المكان تبقى في نفس الزمان تفقد الأمان كل الأمان أيام الدورة رغم الألم والاختيار والزمن لك اختبار رغم الألم والاختيار والزمن لك اختبار القرار بينك نعم القرار كل القرار بينك نعم أكيد اللي يصير ما من عدم أيام أنا ما حيلت شيء مسكين وأحليه لك أبوي لا تقوم تتمسكن لي لأني أبدا ما قايمة أسوي لك توكيل بغيت تشتغل اشتغل بفايدتك ما بغيت تشتغل طلابين الشغل كثيرين ما منقلهم كيف يعني يا زكية تهدديني بكلامك هذا ولا كيف لا يا عمي أمي ما تقصد لا لا أنا أقصد وأقصد بعد واللي تبغى تسويه سويه زين شي قطعة أرض سكنية وايد زينة وباغين يبيعوها بأقل من سعرها الأصلي وأنا مستعد أجيب لك الباية لغاية عندك وانتي اتفقي معه زين كذاك زين كذاك وطرش للبايع مع مطر زين إن شاء الله ما يهمك زين وطرشه يلا ما الله لحظة عمي عمي وش سويت في موضوعنا بعدين يا فاطمة بعدين ما سوى غسان اللي باعنا وخرج عن طوعنا بس يا أمي أنا لازم أساعد عمي خميس
أخاف المحكمة تحكم عليه بالسجن ويطلعوا من بيته. عمك لو طلعوا من بيته، بيت أخوه الله يرحمه موجود، لكن أنت لو طلعت بتكون حالتك مثل حالة غسان. وانت يا سلمى وش رايك في هذا الموضوع؟ ما أعرف ما أعرف، أنا لازم أروح أشوف أبوي وأوديه للريوق. إذا كنت تريد تشتغل اشتغل هنا في البلد، اهتم مزرعة أبوك اللي هي الحين صارت مزرعتك، وإذا بغيت أي شيء أنا أوقف معاك، لكن تقول تطلع من البيت لا يا حسان لا. لكن ما خبرتني نفذت اللي طلبت منك البارحة ولا لا؟ أيوة يا عمي، حولت الفلج عن كل مزرعة نص عثر، والعمال في المزرعة جالسين يسقيوا. وما حد حس بشيء؟ أبد يا عمي أبدا، وخاصة بالليل. بس بعده باقي الشايب هاشل، ما خذينا منه شي اليوم. وانت ايش جايب منه؟ ايش جاي تسوي؟ سير شوف شغلك، سير شوف شغلك، سير. يلا يا عمي سير سير. اسمك انك غبي. ايش هالحالة هذه؟ ايش هالحالة؟ باقي لي بعد نص أثر توم من هذا بقطع الماي هذا. لا هذا الأمر ما ينسكت عنه، لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث، هذه الحالة كل يوم تتكرر كذاك. كيف عاد باقي لي نص أثر؟ مرة ينقطع أثر ومرة نص أثر. أنا ما عرفت إيش يسوي هذا الجماعة أبونا. لا هذا الأمر ما ينسكت عنه البر. مرشد كأني سمعت صوت حورية من حوريات الجنة ينادي. ما كنت مصدق انك تكوني انت يا سلمى، يا اجمل مخلوق في هالدنيا كلها. مرشد امري طلباتك كلها اوامر يا سلمى، ايش اللي في خاطرك؟ مرشد تتزوجني؟ متى يا سلمى؟ متى؟ بعد ما تنفذ لي شروطي. شروطك أبوي على العين والرأس، شروطك كلها مجابة حتى من غير ما أعرفها. بس كيف عاد بتتزوجيني وانت على ذمة رجال غيري؟ الرجال اللي تتكلم عنه خليه علي أنا، المهم انك تنفذ اللي أطلبه منك. طلبي روحي
أقدم لك إياها في صحن من الماس والذهب والزمرد والياقوت. خلي عنك كلام المراهقين هذا يا مرشد، اسمعني زين إيش راح أقول لك. علشان أشرط وأنت تنفذ، أول شيء تنازل عن قضية اللي رافعنها ضد أبوي. هي بس الجلسة بعد 3 أيام. يعني أفهم من كلامك أنه الشرط الأول مرفوض؟ يعني ما في داعي أكمل بقية الشروط لأنها كلها متعلقة بالشرط الأول. مع السلامة. سلمى، أنا أبوي موافق، خلاص موافق. إيش بعد غيره؟ ترجع لأبوي بيته ومزرعته. هي بس أبوك باع للبيت والمزرعة؟ أنت تعرف أنه هذا الكلام ما صحيح. أنت خدعت أبوي، خليته يوقع البيت والمزرعة. هذا الكلام اللي يقوله خميس، لكن الحقيقة غير عن كده. الحقيقة ما تتحمل غير موضوع واحد، وهي أنك بالغش استوليت على أموال أبوي. أنا ما جاي أحاسبك على اللي سويته، الحساب راح يكون يوم الحساب. أنا جاي أقول لك أني أنا موافقة على الزواج مقابل أنك تتنازل عن القضية اللي رافعنها ضد أبوي وترجع له بيته ومزرعته. فعندك فرصة لحد بكرة ترد علي. قبل لا أغير رأيي، في أمان الله. عمي مرشد، ليش عندك يا مطر؟ وليش جاي وراي؟ عمي مرشد، أنا أدور عليك من ساعة، ما شا مكان ما دورتك فيه، أنت هين؟ إيش اللي صار يا مطر؟ وليش تدور علي؟ الشايب هاشل، دور الفلك في مزرعته. إيش؟ طيب سلمى، ما ليش خفتك ذاك؟ صاير شيء؟ وإيش ممكن يصير؟ والله ما أعرف، أشوف إيش خايفة ومرتبكة. أنا لا خايفة ولا شيء، أنا بس كنت أمشي سرحانة وتفاجأت لما ناديتيني. سرحانة؟ زين خبريني من هين جاية؟ حسيت بتعب، قلت أطلع أتمشى شوية، وما لقيت نفسي إلا في الحارة القديمة. أكيد اللي شاغل بالش موضوع ما سهل، ولا إيش اللي يوصلش الحارة القديمة من غير ما تحسي؟ بس أنت من وين جاية كذا؟ أنا كنت أريد أكلمش في موضوع، بس مترددة من وين أبدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. على وين كذاك؟ أنا فاطمة، بنتمشى شوية وبعدين برجع البيت. إنزين، خلوا بالكم على أعماركم. باين على حسان إنه يخاف عليش واجد. المهم، ما قلتي لي إيش تريد تكلميني فيه؟ مشكور يا مطر، مشكور وما قصرت. بس ها، أنت تبغى عاد تشوف شيء وما تخبرني؟ ولا أقدر ما أخبرك يا عم فاطمة. اطمني يا عمتي، اطمني، كل شيء يجي لغاية عندش بالتفصيل. أنا مستعد أخبرك عن عمي مرشد، كم قرحة ماي في اليوم يشرب. كذاك أبغاك، أريدك تفتح عينك زين زين. لكنك خبرتني إيش يسوي في السوق، إيش باع، إيش اشترى، ها؟ هو بعد لين تو ما راح السوق، جالس حل مسألة الفلج مع الشايب هاشم. خلينا أروح أشوفه قبل أن يدور علي. الله معاك، الله معاك. لكن ها، مثل ما خبرتك، أي شيء تشوفه على طول تعال خبرني. ولا يهمك يا فاطمة، ولا يهمك. يلا فلا. يا ترى إيش اللي بينك وبين سلمى يا مرشد؟ أنا ما بيني وبينك شيء يا هاشل، المسألة واضحة يا هاشل، وواضحة معاك أنت يا مرشد، وكل واحد يأخذ حقه. أقول لك، هذا كل يوم يأخذ مني أثر، وأنت تعرف زين ما زين إن أنا حالي أثرين ونص، وهذا ما من يوم والأمس، هذا من زمان، من أيام أجدادي. هذا الشيء ما حد نكره يا هاشل، نحن عارفين إن لك أثرين ونص، وما دام ينقصك أثر مفروض تجي تخبرني، ما تقوم تقطع الفلق عن الرجال. هذا المخلوق ما ينفع مع التفاهم، ولا ينفع عند الكلام. كم مرة نكلمه
وما دام انه اخذ مني بالقوه انا بعد باخذ منه بالقوه. شاهدين عليه؟ شاهدين. نعم شاهدين. هذا هاشم يقول انه ياخذ بالقوه وانا الله يشهد ما اخذت منه ولا قطره من وحده. تقسم بالله العظيم انك ما اخذت مني شيء؟ اقسم منك انت اللي تاخذ ولا كلهم شاهدين عليك. ما كذاك يا مطار؟ كذاك يا عمي كذاك. والظاهر انه يوميا يحول الفلج عنده قبل وقته. هن شايفني انا رجال مشغول واسعى ورا رزقي ودراه طول الليل والنهار جالس المزرعه ما عنده شغل. يعني تو باغي تقلب الحق حالك؟ اما صحيح انك محتال وغشاش حسبي الله ونعم الوكيل فيك وعليك يا مرشدو. اسمعني زين يا زايد، ما دام انك انت وكيل الفلج انا اطلب حقي من هذا الانسان. نعم اطلب حقي وما اتنازل عنه. اما اذا كنت انت متآمر معه ضدي انا هذاك شيء ثاني عاد ما اعرف. انا من متى اتآمر على الناس يا مرشد؟ انا صار لي 20 سنه وكيل هذا الفلج ولا حد اشتكى مني. زين انا ما قلت شيء، انا اقول يمكن انت متآمر معه ما اعرف. انا الله اعلم. انا هنا لاحظ اشوف الماي اللي يجي من الساقيه الشرقيه اقل من الساقيه الغربيه، يعني يروح شوي شوي. انا اقول ليش يا جماعه الخير هذاك نشيط وهذا ضعيف؟ ما شفته مطر بعيد؟ ما شفته؟ شفته بعيني يا عم. ها شاهد مطر اقوى. الحين انت تريد تشكك في قوه الفلك؟ تعال معي بتشوف بعيونك. خلاص يلا قوم امشوه. شوف قدامك تعال. وبعدين معك يا فاطمة، متى قايمة تتكلم عن الموضوع؟ ما أعرف إيش أقول إيش أسوي. تكلمي في الموضوع على طول. غسان. غسان؟ إيش في غسان يا فاطمة؟ غسان قل بلاد ولا لا؟ أيوة كان موجود، بس إيش اللي فيه؟ إيش اللي صاير؟ عمي مرشد خبرني إنه غسان خطبني منه. بما انيش حرمت اخوه حسان، يا ترى عندش فكره عن هذا الموضوع؟ لا. ممكن تساعديني سلمى؟ انا؟ ايوه هذا ذاكر ما يسبب ليش حرايق. ما اعرف ايش اقول لك يا فاطمه، ما اعرف. بحاول. حباس تفرق لهناك وخذ مرشدك يشوف بعيونه علشان يعرف كيف العدل والقسمة بين الناس. حاضر حاضر عمي. الفلق يجي من منبعه بقوة واحدة ويصب هني في هذه الساقية اللي قسمها الأقداد والقسمة عادلة. هي بس الميل اللي يصير في الساقية الشرقية أقل من اللي يصير في الساقية الغربية عندي. أبوي أنت لو كنت مزارع بصدق كان ما قلت هذا الكلام. الله أعلم أنت من هين طلعت لنا. اسكت ده، ما حد طلب منك تدخل. أنا أتكلم مع رجال الحين. أنت وخليكم من هالسالفة وتعالوا معي. خلا شوف يا مرشد، علشان تعرف إن ما في ما يروح الساقية أكثر من الثانية، أنا خليت مطر يروح يعق ثلاث حبات سفرقل بالقرب من منبع الفلج علشان تشوف كيف بدي تتوزع بالتساوي. الحين انت تارك كل هالهوامير وجاي تدور على شغل عندي انا الفقير؟ معقول عاد هذا الكلام اللي تقوله يا غسان؟ وليش ما معقوله؟ انا خسرت كل شيء. هي
بس انت كنت المدلل عند ام امين. انا طول مده عملي في الشركه ما شفت احد تدلل مثل ما تدللت انت. انا كنت احسد عبد الحميد، لكن انت طلعت اشد واخطر. خلينا في المهم الحين يا صالح. المهم هو انك تمسك في عبد العزيز، وهو اللي رايح يساعدك. عبد العزيز؟ هي نعم عبد العزيز، لان عدو سميره، والمثل يقول عدو عدوي صديقي. وانت ما حصل شغل عندك؟ لا، وستين ألف لبعض. شوي شوي يا عبد العزيز، نحن كل كام عام عيب. أنا ما عندي شوي شوي، هذا المخلوق ما أبغى أشوف وجهه أبدا. لما كنت على رأس عملك يسوي لي عنتر زمانك، ها الحين لما طلعتك المدام جاي تتدلل عندي. روح شغلك روح. أستاذ عبد العزيز، ما أنا داعي هذا الكلام. أنا في ناس نصحوني علشان أجي عندك وتشغلني وتساعدني، ويالتني ما سمعت نصيحتك. اللي نصحك خليه هو شغلك، أما أنا لو عندي مليون وظيفة شاغرة وإنت محتاج لوحدة منها أقول لك ما شغلك، روح شغلك. ناقص اللي هالأشكال نشغلها عندنا بعد. أم أمين موجودة؟ موجودة. في شيء أستاذ عبد الحميد؟ لا لا شكرا، أنا بنفسي جاي. طيب إن شاء الله، خلص ولا يهمك، مع السلامة. خلص يا سالم روح، بس لا تتأخر، أخاف أم أمين تسأل عنك. ولا يهمك، أوعدك أني ما راح أتأخر. مشكورة يا أخت فوزية، مشكورة. يلا ما... لحظة شوي. إيش؟ وانت طالع أيوة. خذ هذا الملف ووصل للأرشيف. ولا يهمك، انت تامرين أمر. الله يخليك. أعتقد الحين خلاص ما في داعي إنك تيجي الشركة مرة ثانية. بس يا سميرة، أنا أستاذة سميرة لو سمحت، أعرف مرة ثانية كيف تلزم حدودك يا غسان. ما لدرجة إنك ترمي أغراضي في الشارع، انت ما أعطيتيني فرصة أدبر فيها أموري. شهرين كانوا أمامك، شهرين ترتب فيهم أمورك. أنا بعد حال الوقت اللي رتب فيه أموري. أنت لو سمحت قبل لا تطلع تعطي المنسقة مفتاح السيارة. سميرة أرجوك. غسان مقابلتك انتهت، تفضل اطلع برا. اطلع برا. خلي بالك يا أم أمين، حالة الدوخة هذه لازم تنج بكثرة هالأيام. أنت لازم يشوفك الدكتور يا أم أمين.
لا لا ما في داعي، ظهر انه شوي تراخي برتاح ان شاء الله. بس ما يمنع انك انت تطمني على صحتك. انا خايف لا يكون الضغط عندك مرتفع والسكر او شيء ثاني لا قدر الله. ما في داعي، يصير خير بعدين ممكن. على فكره تكدياني في موضوع بس ما عارفه، ما كنت معك ساعتها. تفضل قولي، اسمعك الحين. اعتقد ان الوقت ما مناسب لاني اشوفك تعبانه، ومن الافضل انك تروح البيت وترتاحي. يلا صح، احس اني تعبانه بالفعل، لازم اروح ارتاح. عبد الحميد خلي بالك من الشركه. من عيونين كثير يا هلال. استاذ عبد الحميد، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، زارتنا البركه. الظاهر ان ام امين مكلفتنك بعمل صعب ومهم في نفس الوقت. ابدا، انا من نفسي حبيت اشوف العمل كيف كان يمشي خلال السنوات السابقه. من نفسك ولا بتكليف من صاحبه الشركه؟ وإن كان تكليف، ليش لا سمح الله أخبي عليك؟ ياه، هذا من الملفات القديمة. هذا الملف صار له 10 سنوات. أعرف. ما فهمتك أستاذ عبد الحميد، أنا لازلت موظف جديد في الشركة، وهذا المنصب أول منصب أتولاه في حياتي كلها، علشان كذا أنا أريد أثبت وجودي في العمل. أما بالنسبة لهذه الملفات اللي بتشوفها قدامك، هذه هي اللي بتعرفني على الآلية المستخدمة في العمل في السنوات السابقة، وأنا أتمنى أني أبتكر آلية جديدة وعملية في نفس الوقت للشركة، وخاصة لدائرة الشؤون المالية. يعني المسألة كلها مثل ما تقول إثبات وجود، التحدي للذات، هاي كل السالفة. على كل حال ربنا يوفقك يا هلال. عن إذنك. اسمحوا لي انا استاذن. عبد الله، ممكن اعرف ايش سبب زياره؟ جاي زور منى. زور منى ولا راسل انك صديقه غسان علشان تتجسس علينا حتى يعرف اخبارنا؟ ايش؟ تزورنا تودي اخبارنا حق عبد العزيز؟ حشا، هذا كانه ما بيت، كانه فندق ولا نادي، كل من جا ودخل. عفوا انا. انت ايش خبرني؟ اسمع، قول حق صديقك هذا يبطل حركات الاطفال هذه. ها، والحين تفضل اطلع برا، ما ابي اشوفك مره ثانيه هني. اذا هذا الورد لك شيله معك. وانت يا مدام.
مبروك يا أخت سميرة، أنت حامل. أكيد زوجها، بس في شوية مشاكل بينهم. لا لا يمكن أكون حامل، مستحيل أكون حامل إيمان. أكيد في شيء غلط، أكيد في شيء غلط، أحس في شيء غلط. سميرة يا دكتورة ساعديني أرجوك، سميرة واجد تعبانة. إن شاء الله الحين بعطيها إبرة بتهديها شوي. أنا غلطانة، أنا ما أريد أكون حامل إيمان. أنا غلطانة، لازم أصير على غلطتي إيمان. ممكن أكون حامل، ما أريد أكون حامل. إيمان ما أريد أكون حامل. أنا غلطة. لا 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 لا، صعبة الظروف، صعبة الحين، ما أقدر. كيف ما أريد؟ أكيد أريد، ولا يهمك، أوعدك لما تكون الظروف أحسن كذا هذيك الساعة نفكر من وين نجيب الفلوس. ولا يهمك، تمام. يلا إيه سلم على الشلة. ها يلا مع السلامة. إيمان وين رحت هذه؟ السيارة ما موجودة. معقولة تكوني طلعتي يا إيمان من غير ما تقولي لي؟ طيب يا إيمان، الحمد لله على السلامة يا أمي. سلامتك.
مساء الخير عبد العزيز. الحمد لله على السلامة يا مدام. تقدري تقولي لي وين كنتي طوال هذا الوقت؟ أرجوك يا عبد العزيز أنا تعبانة، أجل المناقشة بعدين. المناقشة ما تتأجل. وبعدين لا تنسي إنك إنسانة متزوجة. يعني على ذمة رجل. والخروج لازم يكون بإذن. مرة ثانية لما سألك وين كنتي جاوبيني على طول. أرجوك يا عبد العزيز اللي فيه مكفيني. لو سمحت المرة الثانية أطلب منك أن أجل المناقشة بعدين. وأنا أقولش إن هذه المناقشة ما تتأجل أبدا، ويكون في علمك هي كلمة واحدة يا إيمان، لازم نوضع حد لخروجك الدائم للبيت. والله أنا حرة بيتي وأنا جالسة فيه وما حد يخص فيني. إذا عندك أي شيء تريد تسوي سوي. لما تكون مستعد اتصل فيني. تفضل هذا الرقم. لو كنت أقطع لك شوي عشاطي كنت نسيت كل همومك. أنا ما أقدر أسوي شيء ونفسيتي تعبانة. بعدين هو الشاطئ موجود قدامك، يعني وين بيروح؟ أنا رأيك خلينا نروح البيت عشان أخذ لي ذيك السبحة الزينة وأغير ملابسي وبعدين نشوف لنا مكان يصير فيه. على طار البيت يا عبد الله، انا فكرت في اقتراحك وشفت انه ما ممكن اعيش معاك في بيت اهلك. يا اخي يا اخي هي كلها فتره مؤقته لغايه ما تحصل لك على سكن مناسب. خلاص انا من بكره ان شاء الله ادور لي على سكن مناسب، وتاكد انه عمري ما بنسى لك هالوقفه. يعني خلي عنك كثرة الكلام هذه اللي ما منه فايدة، وخلينا نرجع البيت. ويا ريت لو تسوق عني لأني تعبان ومنهك. خذ. أوف. عاد ما حارس يا ناس. ايش هذا بعد؟ شوك الورد؟ اشوف ورود في سيارتك. اشمعنى انا شفتها الحين؟ ما نحن كنا جايين مع بعض. مالك؟ ايش فيك؟ اقول الورد هذا المن او من اللي اعطاك اياه؟ يلا اعترف تكلم، انا فضولي ترى ما بحرك السياره الحين. هذا الورد لي منى. منى
منى طلعت من المستشفى ورحت هنيها بسلامة خروجها وأخذت معي شوية ورد. كيف حالها؟ أنت ما زلت تحبها أصلا؟ طبعا يا عبد الله طبعا. منى هي الإنسان الوحيدة اللي معاها عرفت معنى الحب. مستحيل أنساها، مستحيل. حتى بعد ما عرفت أنها مستحيل تكون زوجتك شرعا وقانونا؟ شعوري تجاه منى ما يحد أي شيء في العالم. شعوري تجاهها فوق كل التحديات. لكن شعور منى تغير من ناحيتك يا غسان، خاصة بعد ما عرفت أنك زوج أمها. هذا العشاء وصل. شكرا. عبد الله ما تاكل؟ عبد الله ايش فيك؟ بصراحه انا حاسس انك تريد تقول لي شيء ومدري. صراحة يا غسان في شيء أريد أقول لك يا بس ما أعرف من وين أبدأ وكيف أبدأ. أبدأ من البداية وقول اللي عندك. إحنا لما كنا ندرس في المعهد كنت أنا أنت إيش؟ عبد الله ايش فيك؟ اخاف اقول لك بس تفهمني غلط. لا تخاف، قل اللي عندك ولا تترد. انا لما كنا نجلس في المعهد كنت معجب منى. عشتها في سامي